أهلا بكم كل أصدقاء في الجول في لايف جديد بنستعرض فيه أبرز أحداث اليوم. النهاردة كان طبعا الحدث الأهم والأكبر كان حفل الكاف لجوائز الأفضل ولشهادة تتويج ساديو ماني أفضل لاعب في أفريقيا وسط غياب لنجمنا محمد صلاح وكمان رياض محرز. والحاجة التانية طبعا الماتش اللي برضو كان يعني خد اهتمام أقل شوية بسبب الحفلة، يعني مباراة مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي واللي انتهت بفوز كبير لمانشستر سيتي 3-1 في ملعب أولد ترافورد في ذهاب نهائي كأس الرابطة الإنجليزية. أنا معاكم نادر عيد ومعايا إسلام كولومبيا. أهلا بيك يا إسلام. أهلا بيك نادر. أهلا بيك يا إسلام. شفت النهاردة الجوائز بتاعت الكاف، هل في اختيارات فاجئتك النهاردة في الحفل، في سواء في جائزة أحسن لاعب، في جائزة أحسن فريق، في جائزة أحسن مدرب؟ لا، بالنسبه لي يمكن الاختيارات اللي كانت موجوده النهارده، صحيح احنا بنتكلم على افضل لاعب اللي هو ساديو ماني، فهي انا من وجهه نظري وحتى لما كنت طلعت قبل كده انا شايفها ان هي مستحقه. ساديو ماني لو هنقول ان هو نفس الانجازات اللي حققها مع صلاح في ليفربول بتتساوى معاه في رصيد الهدافين في الجوله الاخيره في الدوري الانجليزي السنه اللي فاتت، وخد معاه الجائزه بالمناصفه مع اوباميانج برده مهاجم ارسنال ومنتخب الجابون. فاحنا بنتكلم على ان ماني اللي فضل او رجح كفته عن محمد صلاح هو وصوله لنهائي كاس الامم الافريقيه اللي اقيمت في مصر، وطبعا مصر خرجت من دور ال 16. كان حتى رغم ان رياض محرز كان هو اللي فاز بالبطوله وهدفه النهارده كان هو في مواطن نيجيريا في نص النهائي كان هو الهدف الافضل في العام، لكن مشاركته بشكل بديل وحتى رغم تحقيقه 4 ألقاب برضو مع مانشستر سيتي محليه السنه دي، لكن نيت ما رجحتش كفته قوي، فبالتالي كانت الكفه ارجح واميل لساديو ماني. يمكن دي انا مش شايف فيها اي مفاجأة. بالنسبه لي اي مفاجاه، ويعني يمكن كان يعني نسب ان احنا نشوف ان صلاح يتوج بيها للمره الثالثه على التوالي كانت اقل، وكانش فيه مثلا زي ما بنقول ايه ما كناش متعشمين قوي ان صلاح ممكن يكسب المره الثالثه، يعني تحس ان في ايه لا في اجماع او في ناس شايفه ان ماني ممكن يستحقها او محرز بالالقاب الحياه السنه اللي فاتت. نعم، لكن طبعا ما فيش ان صلاح حقق نتائج وارقام ويعني مجهود عظيم السنه اللي فاتت، يمكن تراجع شويه في الفتره اللي فاتت وفي مع منتخب مصر في كاس الامم والخروج المبكر، كل ده قلل من حظوظ صلاح في انه يفوز بالبطوله. نعم، لكن لما تيجي بقى مثلا تبص على افضل مدرب، اعتقد من وجهه نظري ان جمال بالماضي لما انت تكسب كل مباراتك تقريبا في امم افريقيا وباداره وباستحقاق وباداء ممتاز جدا في كل ماتشات تقريبا، ده حتى كمان المباريات الوديه يعني عمل ماتشات قويه جدا سواء مع منتخب كولومبيا لما فاز عليهم 3-0 في تصفيات كاس افريقيا بالعلامه الكامله. فانت بتتكلم ان منتخب الجزائر اصبح من الاسماء او المنتخبات العالميه اللي ممكن نقول عليها ان بقت من اقوى المنتخبات اللي على مستوى العالم في الوقت الحالي. نعم، عنده اسامي كلها تقريبا بتلعب في اوروبا، الاسماء كلها في انديه كبيره مش في انديه صغيره. اعتقد يعني من وجهه نظري ان المنتخب الجزائري هيكون واحد من المرشحين طبعا للتواجد في كاس العالم 2022، وواحد من المنتخبات اللي رقم واحد المرشحه للفوز بكاس امم افريقيا في النسخه المقبله. وبالتالي جمال بالماضي بما انه هو اللي يستحق جائزه افضل مدرب لان هو اللي قائد المجموعه دي، هي نفس الاسماء كانت موجوده قبل كده، خصوصا ان المنافسين بتوعه ما عندهمش الانجاز اللي بيوازي نفس الانجاز حاجه جمال بالماضي. يعني المنافسين هو اليو سي سي مثلا، اليو سي سي خسر النهائي، وبالتالي انت بقى تيجي تختار فالموضوع بيبقى باين جدا الارجح للي فايز جمال بالماضي. الناحيه الثانيه كان معين الشعباني، ومعين الشعباني كان التتويج بتاعه بتاع دوري ابطال افريقيا السنه دي مع او الموسم اللي فات ده مع الترجي برده ما كانش التتويج برده القوي قوي، وحتى كمان معين الشعباني في كاس عالم الانديه برده الترجي ما قدمش الاداء المامول وخرج مبكرا لما خسر قدام الهلال. الى جانب طبعا ان الترجي كسب بعد ماتش جدلي الماتش القرار كان لمحكمه تحكيم الرياضه في الاخر يعني، فبالتالي موضوع جمال بالماضي كان محسوم الى حد كبير. موضوع ساديو ماني كمان اللي بياكد وجهه نظرك ان هو موضوع ان ماني كان كفته ارجح بكتير، حتى نسبه الاصوات برضو اللي اعلن عنها كاف النهارده، يعني كاف اعلن ان الاصوات ساديو ماني خد 44% من الاصوات، يعني تقريبا نص افريقيا صوتت لساديو ماني، بعديه صلاح 30%، يعني في فرق كبير في الاصوات. فهو زي ما انت قلت الاثنين حققوا نفس الانجازات مع ليفربول، بس الاداء كان باين ان ساديو ماني اعلى، خصوصا كمان الموسم ده باين ان ماني اعلى فنيا من صلاح، باينه في الملعب، باينه في تحليل الخبراء، باينه حتى في اختيارات المدربين. يعني انت بتفتكر مثلا في جائزه فيفا للافضل كان صلاح سابق ماني، في جائزه الكره الذهبيه اتعكست، صح مظبوط، بقى ماني هو اللي جه الرابع وصلاح جه الخامس، جائزه الكره الذهبيه جت بعد جائزه الافضل بفتره. يعني طبعا اللي فرق في ده مستوى ماني الموسم ده، مظبوط تمام. يوسف بلايلي كسب برضو جائزة أفضل لاعب داخل القارة بعد ما كان توج مع الترجي بدوري أبطال أفريقيا وكان بينافس زميله أنيس البدري وطارق حامد.
هل برضو كنت متوقع ان يوسف بلايلي هو اللي يحسم الجائزه، ولا مثلا كان عندك احساس ان طارق حامد ممكن عنده فرصه ان ياخد الجائزه من يوسف بلايلي؟ بص يعني برضو يعني وصول طارق حامد لجائزه يعني جائزه افضل لاعب في افريقيا داخل القاره دي حاجه كويسه جدا وحاجه ممتازه، ترجع اللعيبه المصريين داخل القاره لمنافسه ثانيه. يعني تقريبا كان كمان لعيب نص ملعب مش لعيب مثلا ارتكاز بالظبط، يعني مش هداف مش بيسجل مش بيصنع كتير، يعني كان تقريبا في القايمه كان موجود فرجاني ساسي، لا احنا لقينا ان طارق حامد هو اللي يعني فرجاني ساسي ان اللي هو الناس دايما بتقول عليه هو اللي بيقدم الاداء الهجومي للزمالك وهو المسيطر على اداء الزمالك وريتم الماتشات دايما، لكن احنا بنشوف ان فريق طارق حامد هو الارتكاز، وبتبقى قليل قوي لما بتلاقي لعيب ارتكاز هو اللي بيبقى موجود في الصوره، وخصوصا ان احنا هنا في مصر كمان كان عندنا بعض المشاكل في المركز ده بالذات، فاعتقد ان ده على الاقل حتى لو طارق حامد ما كسبش يعني هارد لك لي، بس يعتبر زي شبه تكريم لمجهوده عن الفتره اللي فاتت مع ادائه مع منتخب مصر ومع الزمالك خصوصا في السنين اللي فاتت. بالظبط البلايلي فوزه برضو اللي رجحه اكتر، فوزه بكاس امم افريقيا مع الجزائر، وان هو كمان كان من العناصر الاساسيه واللي كان ليها دور بارز مع المنتخب، يعني اهدافه صناعه الاهداف كان عامل ثلاثيه قويه جدا مع محرز ومع بغداد بونجاح، فهو ده كل ده رجحه. نفس الكلام برضو ان هو فاز بدوري ابطال افريقيا مع الترجي، في دوري الابطال مع الترجي، وهو اللي سجل هدف المباراه النهائيه حتى لو ان هي المباراه لجت وما كملتش، فاعتقد ان كل ده كان مرجح فرصته. فطارق كانت حتى يعني لو هتقولي مثلا طب طارق مركز ثاني وثالث، انا اعتقد ان طارق المركز الثاني لان هو فاز بالكونفدراليه كان واحد من العناصر المؤثره، حتى كان هو العنصر البارز في منتخب مصر في كاس افريقيا، يعني الناس كلها كانت ممكن لو انا كنت بهاجم حد من المنتخب فكنا خلينا مثلا لو حد اهلاوي يقول لك لا انا مش هاجم طارق حامد، لان طارق عمل مجهود كله كان شايفه في الملعب. طارق انت يمكن تقريبا الماتشات اللي يعني ممكن ما تفتكرش ماتشات اثر فيها مظبوط حسيت ان فيها اداء متراجع، يعني حتى مثلا لما مستوى مثلا ممكن يكون ايه بنتكلم مثلا 6 من 10 5 من 10 برضه يبقى اداء مقبول في المباريات يعني. واضافه لكلامك يا اسلام على فكره الجائزه دي المفروض انها اللي بيحاسب عليه اللعيبه هو ادائهم في بطولات الانديه، لكن يوسف بلايلي رجحت كفته موضوع الجزائر رغم ان هو بيحاسب يعني ان هو داخل القاره اللي هو بطولات الانديه مش كاس افريقيا، كاس افريقيا بتبقى بره الحسبه دي، هي اسمها انتر كلوب، فهي صح. اداء اللاعبين في بطولات الانديه بتاعت افريقيا، لكن طبعا عشان يوسف بلايلي كان ليه دور كبير مع الجزائر في كاس افريقيا فعشان كده خد الجائزه النهارده. النهارده على فكره هو كان بيشارك في ماتش الاهلي والهلال في الدوري السعودي واللي خسر فيه الاهلي قدام الهلال في ملعب جامعه الملك سعود بنتيجه 3-1، والهلال تصدر الدوري السعودي النهارده فوق النصر بنقطه. ناخد شويه تعليقات يا اسلام من اصدقائنا في الجول. اسلام محمد ابو اسلام محمد بيقول ما الناس تحقها بجداره، اعتقد يعني كل الاراء بترجح هذا الامر يا محمد يا اسلام. مصطفى عادل صلاح غلطان انه ما حضرش وشعبيته كده هتقل. طبعا موضوع مثير للجدل قصه ان صلاح ما يجيش النهارده، يعني الله اعلم السبب، بس هو يعني لغايه دلوقتي ما فيش سبب واضح لان صلاح ما اتكلمش على القصه دي، ما قالش ايه السبب ان هو مش جاي. مثلا محرز كان عنده ماتش لكن صلاح ليفربول مش هيلعب النهارده، وقعدنا النهارده حتى كان بيشارك في تدريبات ليفربول. انت ايه وجهه نظرك في القصه دي، في قصه ان صلاح ما جاش النهارده؟ بص احنا لو هنبص يعني طبعا هو صلاح ما يعني ما بررش وما قالش ايه العذر اللي عنده اللي مثلا ممكن يكون ما خلاهوش يحضر، فهو لسه ليه حق ان هو يبرر او يقول ايه السبب. فبالتالي احنا لما بنيجي نتكلم عن الحته ديت الناس ممكن الناس تاخدها في حته اللي هو ايه ما تسيب الراجل براحته يختار يجي او ما يجيش، دي حريه شخصيه، انا ما عنديش مشكله، بس احنا برده انا ببقى بوسس ان هو زي عارف ابن بلدي، فانا عايز له الافضل مش عايز صورته تتهز قدام الناس. فبالنسبه لي انا كنت مثلا شايف ان لازم يبقى صلاح موجود زي ما كان ساديو ماني موجود السنه اللي فاتت، ماني كان الحفله السنه اللي فاتت كانت في السنغال بالزبط. ماني هو اللي يعني كان واقف جنب صلاح وبيرقص جنبه بعد ما صلاح فاز بالجائزه. نعم احنا النهارده صلاح مش الجائزه في مصر في الغردقه، صلاح مش موجود وماني بيتسلم الجائزه. طب رياض محرز كان عنده سبب وسبب وجيه ان عندهم ماتش في نفس الوقت اللي فيه الحفله، حتى بعد ما ماني فتوج بالحفله باللقب بالجائزه رياض محرز بعدها بخمس دقايق تقريبا كان سجل هدف الثاني مانشستر سيتي في ماتش مانشستر يونايتد. فاحنا بنتكلم ان الدنيا يعني المحرز ليه عذره، لكن صلاح ما بررش. حتى اداره ليفربول ما حدش طلع قال مثلا اشمعنى ماني حضر وصلاح ما حضرش، خصوصا ان في طياره يعني ماني جاي في طياره خاصه تبع لنادي ليفربول، فبالتالي هو الموضوع يعني محدد تبع اداره مانشستر تبع نادي ليفربول. فاعتقد ان صلاح صمته او بيزيد كل يوم ان احنا نقعد نتكلم ونقول ونعيد ونزيد،
ففي رايي الشخصي هو هيحل الموضوع ده، هو لو طلع ايا كان السبب بقى، سواء مقنع ليا او مش مقنع او مقنع للناس كلها، فدي حاجه ترجع له. لكن الفكره ان الناس بتبص لها حته اللي هو لا كان لازم تكون موجود عشان الناس ما تقولش اصل انت غيران من ماني، اصل لا في مشاكل ما بينكم ومن بعض في الفريق. احنا هنا كان في تصريحات اللي في الجول بعد كاس في كاس عالم الانديه، كان ماني ذات نفسه بيقول ان جمهور مصر بيحبه وان هو الملك المصري، وكان بيقول انا ما عنديش اي مشكله مع صلاح تماما، مصر وان صلاح بيقدم كل ما عنده عشان مصر وعشان جمهور وعشان جمهور مصر. فيعني هو الراجل بيدافع عن صلاح، في غياب صلاح او مش هو ما كانش موجود وقتها في اللايف دوت او في الفيديو دوت، وكان بيدافع عنه. فالمفروض ان كان صلاح يعني من وجهه نظري ان هو كان على الاقل موجود. انت مش هقول لك ان مثلا هو يطلع يسلمه الجائزه بايديه، لكن كان على الاقل يبقى موجود مع زميله في نفس الفريق. بالزبط. المنافسه كده كده في الملعب دي منافسه شريفه يعني. انت عايز تسجل هدف، انا عايز اسجل، كل واحد بيبص دايما لنفسه على الارقام الفرديه. وعايز يبقى الافضل. لكن ده بيخلي الناس تشوف ان مثلا ايه، لا صلاح مش موفق ان هو ما يحضرش، ودي وجهه نظر يعني. هو صلاح ما كانش موفق في عدم الحضور، اسبابه الشخصيه طبعا دي بقى يعني الله اعلم. ما اقدرش اقول هو ما حضرش ليه او حضر ليه، لكن في الاول في الاخر ده شيء يرجع له. لكن كان من الافضل من وجهه نظر انا الشخصيه ان هو يكون موجود النهارده. يعني احنا حتى لو استبعدنا فكره ان هو مثلا زعلان من الجائزه، غضبان من الجائزه، ان هو هيخسر الجائزه لصالح ساديو ماني، بس هو يمكن الموقف نفسه كان بيحتم على صلاح انه يجي، لان الجائزه ان الحفله في مصر في الغردقه، ورقم اتنين ده زميلك يعني، زميلك في النادي، وهو كان موجود في السنتين السابقتين لما انت كسبت، واحده منهم كانت في بلده. بس فهي عشان كده الناس بتبص لها نفس الحته دي. كانت الحفله مثلا مش ماني موجود، ومثلا الحفله في مكان تاني غير مصر، كنت اقول لك ممكن ماشي صلاح ما يجيش، يفضل ان هو يستمر مع ليفربول. لكن الفكره ان هو الحفله موجوده في مصر، هدي الله اعلم هتتكرر امتى تاني ان حفله الكاف تكون في مصر. الحاجه الثانيه انه زميلك، وزميلك في رحلك السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها ان انت كسبت الجائزه. بس فكان الافضل ان هو صلاح يكون موجود النهارده، كنا نتمنى يكون موجود، بس ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله يقدر يعوضها، وان شاء الله يرجع تاني يرجع للجائزه مره ثانيه باذن الله. ناخد كومنتات بقى قبل ما اخش على ماتش مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي سريعا كده. محمد حجازي بيقول حرام طارق حامد ما ياخدهاش. يعني المنافسه كانت قويه يعني. اعتقد طارق حامد، يوسف بليلي برضو قدم اداء ممتاز جدا، زي ما قلنا موضوع كاس افريقيا ده فرق جدا من يوسف بليلي. يعني طبعا ان هو يوسف بليلي حتى وان كان اداؤه مع الترجي ممكن نقول مثلا يعني قريب من اداء طارق حامد، بس كاس افريقيا طبعا فرق جامد جدا. يوسف بليلي كان احد نجوم البطوله يعني. بص انت لما كنت بتقول ان هي اسمها انتر كلوب، او ان هي افضل لاعب داخل القاره عن بطولات الانديه، فهو انت برضو ديت ممكن ما تبقاش واصله للمصوتين. بمعنى مثلا اللي بيصوت على الجائزه دي مين؟ المديرين الفنيين المنتخبات وقاده المنتخبات او الكباتن. بالظبط. فهو ممكن يكون دايما يعني لما تيجي يعني الحاجات دي برضو بتحكمها اهواء وساعات، وفي نفس الوقت ممكن تحكمها اللي هو انا ايه اللي انا شفته دلوقتي. يعني مثلا ممكن يكون واحد شاف ان طارق حامد كان هو وقت التصويت مثلا كان الزمالك كاسب الكونفدراليه، فشايف ان طارق حامد الافضل. في واحد تاني ممكن كان مثلا وقت ما كان بيصوت كان شايف ان البلايلي ساهم بشكل كبير في فوز الجزائر بكاس الامم، فعشان كده كان برده شايف ان البلايلي هو الافضل. لكن ده انا زي يعني وجهه نظري ان ده لا يقلل بأي شيء من طارق حامد وصوله للمكانه ديت، خصوصا مع ابتعاد اللعيبه المصريه عن الجائزه دي في افريقيا على المستوى القاري داخل القاره. فلا ده انجاز كبير جدا، وان شاء الله السنه الجايه يكون موجود، يكون ان شاء الله باذن الله الزمالك متوج بالبطوله الافريقيه، وعندنا كمان السوبر مع الترجي في الفتره اللي جايه. فاعتقد ان تواجد طارق حامد في الماتش زي ده، وان هو يقود الزمالك او يساهم في فوز الزمالك باللقب الافريقي، اعتقد ان ده برده ممكن يرجح كفته ان هو يكون موجود في القائمه الاوليه على الاقل لسنه 2020. نعم يعني هو ترشح طارق حامد في حد ذاته زي ما قلنا هو تكريم للاعب كبير زي ده. يعني لعيبه نص الملعب او المدافعين بيبقى صعب جدا ان هم يفوزوا بجائزه زي دي. يعني نفتكر مثلا تشافي وانيستا في معظم او في السنوات اللي قدموا فيها اداء عظيم جدا مع برشلونه واسبانيا برده ما خدوش جائزه مثلا الكره الذهبيه في الاخر. يعني برده كان في الاخر بيطلع مثلا ميسي او رونالدو، فالموضوع بالنسبه لهم كان بيبقى صعب. يعني فوجود طارق حامد في جائزه زي دي ده تكريم حتى لو ما خدهاش، بس كون هو يرشح فده امر تكريم كبير جدا لي وللي قدمه نادي الزمالك في الكونفدراليه وكمان لمنتخب مصر. سريعا كده ماتش مانشستر سيتي مانشستر يونايتد، اعتقد كان من طرف واحد الماتش النهارده. مانشستر يونايتد يعني النهارده دفاعه كان كارثي 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 بمعنى الكلمه. متهيألي خلاص يعني سيتي حسم تقريبا التأهل لنهائي كاس الابطال الانجليزيه 3-1. يمكن الشوط الثاني حتى حسينا ان سيتي كان عايز يوفر مجهوده عشان ماتشات الدوري اللي جاي. يعني فاعتقد الماتش كان من طرف واحد تماما النهارده. ما يعني مانشستر سيتي خلاص يعني انت لما تتفرج على التشكيل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد
من الصعب ان مانشستر يونايتد يكرر نفس المفاجاه اللي عملها المره اللي فاتت في ماتش الدوري لما كسب السيتي 2-1. لكن انت المره دي لا، السيتي جوارديولا نازل حتى مع لو عمل تغييرات فنيه بسيطه او مثلا ما بداش باجويرو او جابرييل خيسوس في المباراه ولعب ابراهيم ستيرلينج كمهاجم وهمي او لعب رياض محرز في خط النص بدل مثلا ما يبقى جناح، فلا اعتقد ان هو كان حتى نازل بتشكيل هجومي قوي زياده عن اللزوم عشان عايز يحسم المهم من بدري. 3-0 في الشوط الاولاني، دفاع مانشستر زي ما انت ما قلت كان دفاعه يعني مانشستر يونايتد عشان الاثنين مانشستر ما حدش لوط، مانشستر يونايتد كان دفاعه سلبي جدا في الشوط الاولاني. كان في الشوط الثاني الامور اتغيرت شويه خلاص، يعني لعيبه السيتي تحس ان هي ريحت وفي نفس الوقت ما عندهاش المشكله ان هي ايه، احنا لو جبنا جون ربع ماشي، ما جبناش مش مشكله، احنا خلاص خدنا اللي احنا عايزينه من الماتش. ده لولا كمان ديفيد دخيا كان ممكن نتيجه تزيد عن كده كمان. فاعتقد لا يعني جمهور مانشستر يونايتد يعني ليه الجنه، يعني انا واحد بشجع ميلان فاللي انا بشوفه بيتكرر مع مانشستر يونايتد ومفيش حد بيقول لهم ايه الصح. فلا يعني مانشستر يونايتد لا فعلا في الفتره ديت يعتبر فتره بناء بقى، بس البناء ده هيكمل ازاي او هيمشي ازاي او استراتيجيه النادي هتعمل ازاي، ما اعتقدش ان بالشكل الحالي تقدر تقول ان مانشستر يونايتد مثلا هيفوق السنه الجايه او السنه اللي بعدها. لا اعتقد ان النادي ممكن يفضل في فتره طويله بيعاني بسبب اللي بيمر بيه في الايام دي. السنوات الاخيره كمان بقت عامل مهم جدا في موضوع ان مانشستر يونايتد ما بقاش جاذب كمان للنجوم الكبار بشكل كبير. يعني تتكلم دلوقتي ان بول بوجبا مثلا بيفكر انه يمشي، مش عايز يكمل هو يعني في ازمه كبيره جدا، انت ما بقتش جاذب للنجوم حتى. يعني دلوقتي اللي جاي نعم اللي جاي انجلترا دلوقتي مثلا ممكن لو هيفضل بين مانشستر يونايتد وليفربول ممكن يفضل ليفربول، مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي يفضل مانشستر سيتي، تشيلسي يفضل تشيلسي. فدي ازمه كبيره جدا، عشان كده في اعتماد كبير جدا على الناشئين والشباب السنه دي. فاعتقد ان هي ديت يعني هتبقى مشكله مانشستر يونايتد، يعني مشكله ممكن تستمر مع مانشستر يونايتد لسنين مش لسنه واحده. يعني ميلان برضو حاول يعمل نفس الموضوع ده في ايطاليا، بسم الله ما شاء الله ما فاقش منه. فاعتقد ان مانشستر يونايتد لا، الفريق عايز استراتيجيه حقيقيه، يعني مدير فني يقدر يعمل ثوره في النادي، افكار فنيه مختلفه، افكار فنيه في مين الصفقات اللي اقدر اجيبها وتفيد النادي. احنا بنشوف مثلا صفقات فعلا، واحد زي هالاند زي ما انت قلت مثلا كان قدامه مانشستر يونايتد ويوفنتوس مثلا، هو اختار بروسيا دورتموند عشان عارف ان في مشروع هيطوره، انا لسه عندي 20 سنه 21 سنه وعايز اتطور عايز ابقى افضل. فاللعيبه بول بوجبا برضه زي ما انت بتقول عايز يمشي، الاسماء لوكاكو مشي، سانشيز مشي، فما فيش حد بقى بيقعد في الفريق غير اللاعبين الشباب. فما اعتقدش ان مانشستر يونايتد هيستفيق في يوم وليله، او النادي عنده الامكانيات الماديه وكل حاجه، التاريخ ومن اغنى انديه العالم، بس الموضوع صعب في السنين الاخيره خصوصا باين قوي بشكل بارز السنه دي. بشكرك يا اسلام، شكرا ليك يا ندر، وبعتذر لحضراتكم ان احنا ما نقدرش يعني ما قدرناش نقرا كل الكومنتات، معلش سهرناكم. تصبحوا على خير، نشوفكم ان شاء الله في لايف جديد. بشكر اسلام، شكرا ليك يا زميلي، شكرا، تصبحوا على خير، تصبحوا خير.